10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. آخر أخبار الكرة الإسبانية والإنجليزية، أهلا بكم. أفادت تقارير صحفية إسبانية أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس اجتمع برئيس النادي فلورنتينو بيريز لاستكمال مفاوضات تجديد عقده مع الملكي. راموس ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق وسط شائعات حول انتهاء مسيرته في القلعة البيضاء. يدخل نادي برشلونة أسبوعا حاسما لحسم تجديد عقدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم عثمان ديمبلي وإيلايتش موريبا للاستمرار لسنوات أخرى في قلعة الكامب نو. التجديد مع ديمبلي وموريبا أولوية داخل برشلونة، خاصة اللاعب الفرنسي الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في يونيو 2022. كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يفكر في التعاقد مع جناح بايرن ميونخ كينغزلي كومان في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وتحوم التكهنات بقوة حول مستقبل اللاعب الفرنسي بسبب الخلاف بينه وبين إدارة بايرن ميونخ حول تجديد عقده. كشفت تقارير صحفية أن لاعب فريق ليفربول تاكومي مينامينو لن يستمر في معسكر منتخب اليابان القائم في الوقت الحالي، وأصدر الاتحاد الياباني لكرة القدم بيانا ذكر من خلاله أن مينامينو لن يستمر في معسكر المنتخب الحالي بسبب ظروف تخص النادي أي ليفربول. حددت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء 16 يونيو موعدا لإجراء القرعة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد 2021-2022 يوم السبت 14 أغسطس، بينما تقام الجولة الأخيرة من المباريات يوم الأحد 22 مايو 2022. زعمت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن هناك رغبة كبيرة من طرف المدير الفني بنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بضم مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر،